السيد الدكتور محمد سلمان موسى الزملوط محافظا للوادي الجديد. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب والوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور أحمد عبد الله الحسين محمود الأنصاري محافظا للفيوم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد عمرو محمد حنفي محمود محافظا للبحر الأحمر. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون محافظا للمنوفية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور خالد مجاور محمد مجاور محافظا لشمال سيناء. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل رواش محافظا للقاهرة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي محافظا للغربية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد طارق مرزوق محمد عبد المغني محافظا للتقهلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج محافظا لسوهاج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد المهندس عبد المطلب ممدوح محمد عمارة محافظا للأقصر. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. شكرا. السيد الدكتور هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف محافظا لأسيوط. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري،